صباح الخير والجمال على متابعين قناة الصحة والجمال في برنامج النهاردة صباحك سكر. النهاردة معايا ضيف زي السكر. أنا أتعرف بيك، اسمك ايه؟ اسمي علي. عشت الأسامي علي. عندك كام سنة؟ 11. ايه موهبتك؟ التمثيل والغنى. طيب بتعمل حاجات على السوشيال ميديا وكده؟ اسم التيك توك بس؟ ما بتعملش على اليوتيوب؟ بعمل صفحة على اليوتيوب بس مش بعمل، مش بتنزل عليها حاجة؟ لا. طيب ممكن تسمعنا حاجة من أغانيك وكده؟ مش بنت الجيران شغلين العناية، وفي المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي أنا فيه، شفت القمر سحرني لقليا. عليك بجد، صوتك جميل. علي بجد يعني ما كنتش متوقعه بجمال صوته ده. عندك كام سنه؟ 11. في سنه كام؟ 5. نفسك تطلع ايه؟ ممثل ومطرب. ممثل ومطرب. مين مثلك المفضل؟ الممثل المفضل ليك؟ هما اتنين. مين؟ مي عمر ومحمد رمضان. مي عمر ومحمد رمضان. ان شاء الله يعني تكون نجم كبير زي محمد رمضان باذن الله. طب بتعرف تمثل حاجة والكلام ده؟ يعني تعمل اكشنات وكده؟ طب ممكن تمثل لنا حاجة؟ امثل دور اي حد؟ اللي انت يعني بتعرف تمثله كده. ماشي. انت ممكن تعمل لنا كام شخصية اصلا؟ ممكن اعمل شخصية واحدة؟ عادي. اوكي. صح يا عم، الصبح بتشتمي في الناس ليه؟ تشتمي جمهورك على انستجرام؟ قولي كده. واحدة نرفزتني. قالت لك ايه يعني؟ واحدة بتقول لك ايه البتاع القصير اللي انت لابساه، حط لها قلب، حط لها بوسة، جاية تقول لها انت مال امك. ايوه، ما بتنرفزني. هقول لها ايه؟ اقفل التليفون. لا حط طبعا لها قلب. اعملي التليفون واضحي طيران. انت زي السكر بصراحة، برنامج زي السكر. بتعمل ايه مع بابا وماما في البيت؟ عادي، بصحى من النوم. مش شقي يعني؟ لا مش شقي. يا راجل بذاكر. يا راجل بتذاكر؟ بجد؟ متفوق؟ متفوق كده يعني. مش بتغلب ماما؟ لا. تاكل اندومي ولا لا؟ لا. بجد شاطر انت. بقى قول للاطفال ان هي ما تاكلش اندومي خالص. معانا مثال جميل يعني، وهيقول كلمه للاطفال ان هي ما تاكلش اندومي. صح، الاندومي مضر وبيجيب سرطان. ما شاء الله عليك. طب ممكن تسمعنا حاجه تاني؟ ماشي. عمال يعادي ويتكابر ويشوف عندهمه الصابر، واني من على بنت اكابر وفي وسط ناس يا ناس آيا. عليك. طب انت متفوق في ايه غير التمثيل؟ يعني بتحب الرياضه؟ بتحب السباحه؟ بقدم في السباحه. ما شاء الله يعني بتعرف. طب وايه يعني، ما عندكش اي مواهب تانية؟ عندي. طب يلا ورينا. ساعات بلعب كوره في النادي. ما شاء الله. طيب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. الاهلي كسب. الف مبروك. والنهارده انا حابه اقول لك يعني بمناسبه ان انا معجبه بيك اصلا، كل سنه وانت طيب. هابي بيرثدي. طب انت معجب بيا ولا لا؟ معجب بيك. يعني خلاص هنرتبط يعني؟ طب هتجيب لي ايه النهارده؟ هجيب لك قلب. انا عمري ما حد جاب لي حاجه. هتجيب لي قلب يعني؟ خلاص بقيت قلبك. وعد. طب يا ايه؟ طب انت مع بابا بتعمل ايه في البيت؟ ساعات لما بيجي من الشغل ساعات بقعد معاه اقول له قدم لي في التمثيل، روح الانتاج الاعلامي مثلا، قول موهبتي ايه وكده. بس طب احنا ان شاء الله هنساعدك في الموضوع ده، وانت ان شاء يعني انت نجم جميل ما شاء الله عليك، وباين عليك انك هادي، بس انا بيحصل حاجات تانية في البيت يعني، فاهم اللي قدام؟ بجد؟ لا والله. ايه؟ لا والله ما بيحصل حاجات في البيت. متأكد؟ طب انا هسأل ماما بعد الحلقة ان انت شقي ولا لا، بس ما فيش طفل مش شقي بصراحة. لا، في ساعات طفل بيغلب مامته
ويخليها تزعق كتير. طب وانت تقولي ايه للاطفال دي؟ اقول للاطفال ذاكروا وما تلعبوش بابجي ولا فرو فاير ولا الكلام اللي هو اللي فيه شتايم كتير. برافو عليك. طب بتعمل ايه في وقت فراغك؟ عادي، ممكن بذاكر، ممكن اعمل فيديوهات على التيك توك، بعمل حاجات كتير. برافو عليك. طب بتساعد ماما في المطبخ؟ اه بحب المطبخ، بعرف اعمل ملوخيه ورز. بتعمل ملوخيه ورز؟ اه. شاطر فيهم؟ اه. طب لازم تاكلني بقى، مش انا حبيبتك؟ اه هتاكلني؟ اكلك، تعالي البيت واكل. هاجي طبعا اكيد، بس لازم مامتك تيجي لي الاول. طب ايه الرياضه اللي انت متميز فيها؟ السباحه. السباحه والكوره. السباحه والكوره؟ انت شكلك شاب رياضي يعني، هتكون شاب رياضي جميل. طب سمعنا حاجه بقى تاني. صوتك جميل بصراحه. ممكن اغني مثلا؟ غني لي حاجه. انا غني لي انا حاجه بس اغنيه كامله بقى. اغنيه كامله؟ انا بصراحه مش حافظ كل الاغاني، بس ممكن افتكر اغاني واغني. ماشي، مش لازم ليا، بس غني اغنيه حلوه بصوتك الجميل ده. ماشي، ممكن اغني؟ تمام يلا. خبر جمالكو ونعلل تاني فيكو، جامدين دايما عليكو، كاسحين كل المجال. طب يلا الدنيا زيطة وهنعمل لك بطيطة، سمينا على الخريطة معروف مين التقال. التعليم في الراس، قلنا مش في الفراس، يا حد البنبونية يا حد الاناناس، يا بيت فردايا واستك والعود حلو فانتاستك، عرضت الهز وسط الضحك ايه اللي. برافو عليك. طيب اعمل لنا بقى يعني، قلد لنا حد من الممثلين كده. ممكن زي مين مثلا؟ ايه زي مين؟ انت بتحب رمضان، انت بتحب محمد رمضان، فقلد لنا ممثلين كتير. تمام، انت عارف ايه للممثلين؟ انا عارفه ان يعني انت كطفل مثلا ممكن عارف ايه، يعني ايه اللي انت عارفه تقدر تعمله لنا دلوقتي مثلا؟ زي التور مثلا قلته من شويه. ماشي يا عم. طب بص بقول لك ايه بقى، ايه بمناسبه النهارده عيد الحب، ما تدلعني بقى وتقول لي كلمه حلوه بقى كده. بحبك قلبي. لا قول لي بقى كلام رومانسي كده وكلام حلو يلا. ما انا مش عاوز. لا قول لي اي حاجه، قول لي انا معجب بيكي، انت اموره، انت حلوه. اموره في البرنامج بتاع التوخ اللي انت كنت عاملاه من شويه، كنت اموره قوي بجد. عجبتك يعني؟ اه. اهم حاجه هتجيب لي شوكليت. اه. طب شفتني وانا باكل التورته؟ اه بجد. اه بس كانت حلوه. اه بس ما سابونيش والله، خد راحتي، خدوها مني، زعلوني. هجيب لك تورته انا بالشوكولاته بجد. لا هتهالي حمرا بقى النهارده عيد الحب. أوه. عشان احس ان انت حبيتني اصلا. هجيبها لك حمرا. على فكره اقول لك على حاجه بصراحه، مش كلام كاميرا ولا الكلام ده. أوه. انا فعلا حبيتك. انت عسول بجد. انت عسول. صباحك سكر، انت زي السكر. ايه بتعدل ايه؟ خلاص عاجبني، مش لازم تعدلها. طب ممكن تاني يعني تعمل لنا مسلسل، من مشهد من مسلسل اللي انت بتحبه؟ ممكن اللي هو الفيلم بتاع انا عايزه اطلق يا رضا، فاكره احنا النهارده عايزه اطلق في ايه يا عم؟ انت لسه بتقولي بحبك. هو مسلسل قديم بس هو انت شكلك بتحب جميل. الطلاق ايه؟ هو مشهد جميل. مشهد جميل. طب يلا اعمله، مع اني مش متفائله. يلا اعمل. انا مش عارفه افلام كتير بس ماشي. لا اعمل اعمل. انا عايزه اطلق يا رجل. طلاق مين يا ممكن؟ مش ممكن اغني تاني حاجه تاني؟ تمام غني، بس غني اغنيه بقى طويله عشان صوتك فعلا جميل والناس تستمتع بيه. وامسك المايك حلو يعني، قربه على بقك. ممكن اغني، ممكن اغني بنت الجيران. ماشي. يلا ماشي، بس بقى قرب المايك وبصوت عالي. بنت الجيران شغلانه العنايا، وفي المكان في خلقه حواليا، مش عايز حد ياخد باله دي اللي انا فيه. شفت القمر سهرني نقليا، وهموت عليك رب العالم بيا. سيبي شباكك مفتوح ليه ليه تقفلي بهوايا، انت قاعده معايا عينيك ليا مرايا، يا جمال مرايه العين بصيلي.
طب بمناسبة بقى ان انت بتحب محمد رمضان، تعرف تجيب لي صوته؟ تقلد لي صوته في مشاهد اللي هي الاكشن والكلام ده؟ ممكن اغني مثلا؟ لا اتكلم مثلا في مشهد هو عمله او تجيب صوته والكلام ده. مش عارفش كتير محمد رمضان بس انا. طب انت اغني لي محمد رمضان. ممكن اغني، ممكن اغني نمبر 1. نمبر 1. طب يلا بس شاور عليا بقى، اعمل لي كده خلاص بقى وانا بموت فيك. انا مبسوطه ان انت معايا النهارده يا رب. بجد والله العظيم صباحك سكر عشان انت زي السكر. صباحك نور. يلا يلا غني لي بقى. ماشي. انا لا انت بتضحك عليا، هو ده اللي انا بتكلم فيه، تاكلني بكلامك ولا ايه؟ صوتك فله والله. لا صوتي وحش خالص. لا صوتك فله. انا عارفه انا. طب غني انت. لا مش هغني، هتكسفني انت على الكاميرا. ممكن اغني ريحني سيف. لا مش حافظه. نمبر 1 لو حافظه. مش حافظه، مش بحب اصلا اغني. طب انت حافظ ايه؟ ممكن احفظ. طب قولي بقى مين اصحابك في المدرسه؟ وجه لهم برضو رساله بمناسبه النهارده عيد الحب، لاني لازم يكون اصحابك يعني مش شرط يكون الاثنين. 10 اصحاب و10 بنات. ما شاء الله. طب انت بتحب حد في البنات؟ لا ده جروب ده ولا ايه؟ لا ده مش جروب، انا اصلا نفسي اعمل جروب. و طب انت معلق مع واحده ولا حاجه؟ لا انا كده هزعل. لا مش معلق معاكي بصراحه. مش معايا؟ لا مش معلق معايا؟ لا. انت خايف من واحده ولا ايه؟ لا انا مش معلق مع حد من البنات اللي مش. طب قولي قولي ان انت ارتبطت بيا عشان البنات دي، انا بغير بصراحه. انا ارتبطت بيكي دلوقتي بقى ركعك عليا ساعه عشان اكلمك. طب ماشي هقوله لك بس انت كده اقوله على الكاميرا ينفع؟ الناس بتاخده. مش المفروض تغير عليا؟ طب انت بتقلد اصوات مين يعني؟ انا سمعت ان انت بتقلد اصوات كتير. اصوات مثلا بس مش حافظها. ماشي بس بقلدها في البيت وراهم. طب قلد هنا كده وريني يعني اي حاجه. ممكن اقلد. بتقلد خناقات؟ طيب اه تعالى نتخانق يلا ورينا انا اساعدك. ماشي. عايزه كام؟ انت هتدفع كام؟ عايزه كام من مصروف؟ انت هتدفع كام؟ بقول لك بص النهارده يعني اكل 150 وبامبرز 100 جنيه. نعم هي 200 جنيه ملهاش حل. لا طب العيال يرضيك؟ خشوا اشحطوا. يرضيك ولادك يشحطوا؟ اه. تبقى لابس بدله كده ولادك تشحت؟ اه. هو ايه اللي اه؟ اقلع البدله اللي انت لابسها دي. مش هقلعها، بدله رايح بيها فرح، مش هقلعها. طب يعني انت تتمنظر بره واحنا بنشحت قدام الباب؟ اه اشحطوا. يا لهوي. انت طلعت انا مش هرتبط خلاص. انا خفت منك. بعسول اصلا. طب يلا اعمل لنا حاجه تاني وانا اساعدك في معاك. ممكن نقلد دور مثلا حاجه انا مش عارف اقلد ايه بس انا ناسي. لو طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا بحبك. وانا بحبك. لا احنا هنعمل بقى جو رومانسي مش ضحك وهزار. انا بحبك. وانا بحبك. طب ممكن تغني لي؟ انا مش حافظ اغاني تاني. طب ولا اي حاجه حافظها؟ لا ممكن امر. طب تقول ايه النهارده لبابا وماما بمناسبه عيد الحب؟ انا بحبكم قوي ويا رب يخليكم ليا وبحبكم قوي ويا رب يخليني اخواتي ويخلي بابا ليا. وقدمني بقى لمامتك يلا. اه قدمني. قول لها. لا قول لها على الهوا ان انا عروستك. ماما انت حضرتك اسمك ايه؟ ساره. الاستاذه ساره عايزه تتفق بيا وانا موافق. انت هتوافقي ولا مش هتوافقي؟ إيه؟ هي موافقه خلاص. حماتي موافقه ولا لا؟ طب احنا هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني. طالعين. صباح الخير، صباح الفل، صباح السكر، هابي فالنتاين داي. أعزائي المشاهدين والمشاهدات صباح الفل. معلش تأخرنا عليكم شوية عشان المواصلات ودائري مقفول والله، ودي بلدنا وده طبيعي. وصباح الفل وهابي فالنتاين دي. نبدأ حلقتنا اليوم. صباح الفل. صباح زيك.
الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. هابي فالنتاين. هابي فالنتاين دي. هابي فالنتاين دي. انت بتحب؟ اه. بتحب؟ اه. ازاي؟ بحب امي. بس. بس. ما فيش حب كده ولا كده ولا كده ولا بين كده وكده ولا لا اي لا حاجه. طيب اسالك اسئله تجاوبني طبعا. بس انت بتحب امك مش تنفع تجاوبني على الحاجات دي. لا اجاوب عادي. هتجاوب يعني في كده في ويك اند يعني كلهم على الجنب يعني في الويك اند يعني في كده. طيب بص، اي نوع من الورد سوف تهديه لحبيبتك؟ إيه احمر. لا مش لون، اي نوع. بلدي ولا ايه ولا بلدي. مش عارف بلدي. بلدي. ليه يعني ريحته بقى قويه واللون اقوى. ماشي. وما لونه؟ احمر. احمر تمام. هل انت عاشق للحب؟ يعني هو مش قوي يعني مش متفرج للموضوع اصلا يعني الموضوع مش في دماغي. ام انك عاشق لمن تحب؟ هو يعني من ده على ده يعني مش قوي برضه. ماشي ماشي. هتسمعنا ايه النهارده؟ إيه حاجه عن الحب بس يعني ايه ضد الحب مش على الحب. احنا كنت مجنون. ليه احنا عايزين الناس تحب بعض؟ هتحب بعض طبعا بس كل واحد فينا ليه موقف مع حياته فبيأثر عليه في حاجات كتير قوي. كل واحد ليه موقف في حياته بيأثر عليه. موقف في الحب يعني. اتجرحت؟ طبعا. جرحتك ازاي؟ وعد وخلاف وكده. اختلفتوا مع بعض؟ اختلاف وجهات النظر. ف انت اللي سبتها ولا هي سابتك؟ هو احنا اختلفنا كل واحد راح لحاله يعني مش سابنا كل واحد راح لحاله. تمام. يعني انت مجروح بقى. طب احنا بنرحب بالضيوف النهارده واللي معانا واحنا نسمع فوكس بقى بس يا معلش هيسمعنا بقى حاجه من قلبه. يلا اتفضل. كنت بحبه حب عماني كل ضربني وساب لألامي رجعت تاني ايامي فاضيه ما فيهاش حد يملى حياتي دنيا تعلم كل سايبها وماشي مروح حبي حبي يا قلبي يا قلبي انت الروح وانا عايز جنبي انا مش هبعد عنك ثانيه انت هتفضل ليا دايما. كنت بحب بقلبي وعقلي بس خساره بيتهيألي شفت الغدر بينفعني زي الشيطان وبيلعب بيها ايوه عليا كانت بتناسب قلبه مات وبيتغاسل كنت تشوفها تقولش ملاك اي كلام تمشي على هواك كنت اتمنى ان تبقى حلالي حب كبير يا بشقلب حالي لما بحب انا دغري بصول اي كلام ولا جاش على بالي انها ممكن ليا تقول اللي بجيبي كل ليكي اللي بجيبي ما كانش ليا يلا يا قلبي هابي فالنتاين. انت حزين قوي تعبان قوي ده النهارده الحب حب يا حب فرحنا كده ما تحزناش يا عم حرام عليك احنا جايين نحب نحب ماشي. متى تشعر بالوحده مع حبيبك؟ امتى؟ لما ما اكلموش مثلا ولا لما هو ما يكلمكش؟ لا انا ما اكلموش. لما انت ما تتصلش عليه يعني الدنيا بتسحبني يعني تحس ان انت وحيد تحس بالوحده بحس ان الدنيا فاضيه عليا تحس ان الدنيا فاضيه عليك لما انت ما تكلموش. طب لو هو ما كلمكش؟ لا لما هو ما يكلمنيش ده بقى يعني وحده بجد. وحده بجد وحده خالص بقى خلاص سابك الدنيا اسودت. النهارده الدنيا حمراء فابيض في اسود فالنهارده هابي فالنتاين. عايزين نسمع حاجه ترقص وتغني. فريق الاعداد بره هيتجنن يعني بيقول لك الراجل ماله عايزين كده ليه؟ عادي بقى الفريق كله لابس احمر بقى والاهلي لسه يعني كسبان الدنيا حلوه. انا بتكلم عن نفسي ما بشغلش بالي في حد او طب احنا عايزين نفرح غني لنا حاجه كده شفتش بس مش عن الحب اي حاجه يا عم مش هنغني عن الحب. ماشي ما تغنيش عن الحب. ممكن نتكلم مثلا عن شخصيتي انا شخصيا بدل من المجال الحب. هنسمع بالاورج بقى حاجه عن الحب. لا من غير الحب. انا غنيت على الحب مش هغني حاجه على الحب. الناس عايز تغني ايه؟ طيب حاجه عن نفسي انا شخصيا. ايه هي؟ عن وضع المجتمع وعيشه الطبيعيه اللي بتتكرر كل يوم.
كده سيستم اليوم يعني انا بكتب عنه انا. طب قبل انك بقى تنكده علينا عمرو سمعنا حاجه حظ حظ يا حظ. يلا يا عم سمعنا حاجه يا عم عمرو شغلة على الناس كده ورقصها فريق الاعداد هيتجنن. يا ماما لا استنى هو يسمعنا بالأورج. يا فوكس من يعشق قبل الآخر القلب ولا العين؟ القلب طبعا. القلب ازاي؟ هو الحب اصلا ما بيتحكيش ولا بيتكلم. الحب ما بيتحكيش ولا بيتكلم بيعمل ايه؟ يعني بتبدأ بالنظرة بالنظرة وبعدين قلبك يدق فانت تحس انت عايز تجري عليها طبعا. بس كده صدق انت صح؟ يبقى انت كده بتعرف تحب طبعا. ماشي ماشي. ماذا تفعل اذا حبيبك خانك؟ هشوف غيره عادي. هتشوف غيره؟ طب ازاي بتحب بقى قلبك بيدق وكده؟ ما هي هو طرف باع باع مش اجري بقى اقول بقى تعالى. طب ما انت هتعرف واحده تانية تبقى برضه لسه بتحبها. بس يعني مش اجري بقى نروح. ما انت مش هتعرف تحب التانية. بيحب مره واحده بس. انا مفيش في ايدي حاجه طبعا. لو في ايدي حاجه طبعا هرجعها بس ما هي اختيارها برضه في الاول وفي الاخر. في اغنيه انت مالفها قبل كده عن واحده حبيبتك او كنت خطيبه وسابتك. اسمها ايه؟ شفت انا بجيب اخبارك ازاي؟ اسمها سلمى. اسمها ايه؟ سلمى. اسم الاغنيه ايه؟ اسم الاغنيه حب ادمان. حب ادمان؟ يا سوف شفت بقى انا جبتك ازاي على الجرح. قلت لك ايه؟ ماذا تفعل اذا خانك من تحب؟ يعني هما يومين وهغير جو بس يومين وخلاص. هتحس ان انت رايح مصيف تغير جو من جو القاهره وخلاص مش هتشغل بالك. لا ما تشغلش بالي ابدا. ولما تشوفها قلبك مش هيدق. هو في طبعا اللي بيحب بيكره بس يعني مش هيبقى مش زي الاول يعني مش اللي بيحب بيكره غصب عنه هيكره. لو طرف ساب هيكره. هتكره طبعا والله. بس طول ما في معامله دي مش حد يكره التاني. لو خيروك تذهب في مكان بعيد مع حبيبك هتروح فين؟ امريكا. امريكا؟ اشمعنى امريكا؟ امريكا طبعا دوله متقدمه جدا وفي هناك حريه تعبير في حاجات كتير قوي وفي انطلاقه من هناك يعني. ماشي. نطلع فاصل سريع ونواصل. رجعنا لكم هنكمل حلقتنا اليوم وهابي فالنتاين دي. هنسمع من عمرو. تمام يلا. Thank you.
اسعدتنا والله، فكرتنا بالحب وايام الحب وزمان. وعبد الحليم صح اول مره تحب يا قلبي؟ ايوه شفت الكلام طبعا جميل جدا طبعا. انا عايزك تعيش حياتك كده، انت لسه صغير وجميل وقمر، وفيك فرقه كده شبه محمود الليسي النجم طبعا. فيعني ما ينفعش تغني حزين حزين حزين. لا إيه انا ده؟ بس بحب اللون دوت بس، فمتقمص ال حابب انت الحته دي. ربنا يوفقك. احنا حلقتنا انتهت وبنشكركم كلكم، وعمرو بقى يدينا حظ بقى الختام. حب يا حب بقى، يلا وكل سنه وانتم طيبين، صباحكم سكر.